خلينا نروح لتليفون يعني سيادة النائبة أنيسة حسونة، وهي من الناس العزيزة جدا كمان على قلبي، واحنا يمكن اشتغلنا فترة كمان مع بعض. يا سيادة النائبة صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، ازيك يا نهوان؟ الحمد لله، وحشاني جدا والله يا دكتور حقيقي. دكتور كريم برضو بيتهيألي معاك. صباح الفل يا فندم، حضرتك منورانا في أول حلقة على الإطلاق بالبرنامج، يعني زاد النور في الاستوديو. أهلا بيك. ربنا يخليك، كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيبة يا فندم، أهلا بيك. وحضرتك طيبة يا رب. احنا سامعين حضرتك يا دكتور. الحمد لله الحمد لله، كله تمام الحمد لله. أنا عارفة من أيام ما كنا شغالين مع بعض. مبروك على التطوير اللي في القناة. الله يبارك فيك. ومبروك وجودكم معانا في البرنامج. الله يخليك يا فندم. وانت يعني باسم ال 90 مليون اهلاوي في مصر بقول لكم ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. الله يخليك يا فندم. ميرسي جدا يا دكتور، وانا عارفه ان حضرتك اهلاويه جدا، يمكن احنا لما كنا بنطلع مع بعض على الهوا كنا الاهلي بالنسبه لنا خط احمر فعلا، كنا من ايوه صحيح. انا فاكره كويس. هتتابعي المباراه النهارده دكتور انيسه؟ طبعا. بصي انا بحب الكره جدا، وزي ما انت بتقولي انا هواند بالنسبه لي النادي الاهلي ده حاجه مهمه جدا من وانا صغيره جدا، فطبعا انا بتابع كل حاجه تخص النادي الاهلي وببقى فخوره بيه طول الوقت. يعني السياسه وجلسات مجلس الشعب والعالم ده كله، يعني حضرتك برضو بتلاقي وقت ان انت تتابعي المباريات؟ طبعا. لا بص، اصل الميزه في النادي الاهلي ايه؟ ما انت مش بس بتشجعه علشان الكوره ولا الالعاب الرياضيه، النادي الاهلي له قيمه يعني معنويه عند كل اللي بينتموا ليه، وتلاقي جماهير النادي الاهلي دايما عمرها ما تسيب ناديها ولا تغير رايها ولا يعني في صله كده معنويه بين النادي وجماهيره سواء الاعضاء او غير الاعضاء، دي رابطة قوية جدا النادي الأهلي جمعنا بيها كلنا، ونادي محترم وقيمه محترمة ونظمه ما بتتغيرش عشان خاطر حد. صح. فطبعا النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا. صحيح. جدا. ده في ناس بالنسبة لها النادي الأهلي مش مجرد نادي بتنتمي ليه وبتشجعه، في ناس بتتنفس النادي الأهلي، وفي ناس النادي الأهلي والله بالنسبة لها نمط حياة حقيقي يعني. صحيح صحيح. عايز أقول لك حاجة. فضل. أنت مهما يعني بقالك قد إيه بتتفرج على النادي الأهلي، عمرك انا ما قيميه او اخلاقيه او تتعلق بالنظام بتحصل في نادي عشان كده دايما معروف ان هو نادي المبادئ ونادي القيم. هو نادي الاخلاق فعلا يعني. بالظبط، عشان كده انت بتبقى سعيد لما تقول انا اهلاوي، بتبقى سعيد جدا ان الاهلي ده حاجه انت بتتكلم عليها. صحيح. وبعدين عايز اقول لكم برضو حاجه، اصل الاهلي مش مجرد نادي اجتماعي، لا، في انشطه ثقافيه، في هو مصدر للتنوير وتسامح وللتفكير الموضوعي، لا يعني احنا نقعد نقول لغايه بكره في النادي الاهلي يعني. صحيح. مظبوط دكتور أنيسة، زي ما كان كريم بيقول لحضرتك النهاردة معانا على التليفون، بس إن شاء الله لما الأوضاع كمان تتحسن حضرتك تكوني معانا ضيفة، ده يشرفنا أكيد. يا فندم تنوري الدنيا، تنوري الدنيا، شرفتينا ونورتينا، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على التواصل معانا. اتفضلي. هو نادي القرن، مفيش فصال، مفيش منافسه، مفيش كلام. صحيح. في الموضوع ده بنشكر حضرتك يا دكتور، بنسيب حضرتك جدا. فما نتكلمش. هو ده الكلام، هو ده الكلام. اشكرك دكتور انيسه، شرفتينا. العفو. والف مبروك عليكم. والف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا فندم. شخصية لطيفة جدا. شايف الجمهور اللي عنده يعني حب حقيقي وولاء. صحيح. انا بس عايزة اكد على النقطة اللي دكتور انيس قالتها، لان احنا فعلا كنا كلنا بنشهد يمكن الفترة الاخيرة ازاي كان الجمهور واقف في ظهر النادي بتاعه، يعني بمعنى خسر النادي ما خسرش، لاعب ما كانش يعني بيلعب بالمستوى اللائق، ما فيش حد من الجمهور بيتعدى بالفاظ يعني الى حد كبير. بيبقى فيه حزن، مش هقول لك مش بيبقى فيه حزن، بس طبعا بيبقى فيه اخلاق في نفس الوقت في الحزن ده، التعبير عن الغضب حتى بيكون بشكل اخلاقي، فعشان كده احنا بنقول نادي القرن ونادي الاخلاق، ونقطة الاخلاق دي عايزين نركز عليها جدا، لان هي يعني صفه او حاجه مش هنتنازل عنها ابدا لجمهور الاهلي، فهو ده اللي بيميزنا. صحيح. وبعدين اللي انت بتقوليه ده بيكون متحقق بنسبه يمكن 105%، سواء في التشجيع في المباريات، سواء حتى في الحوارات، يعني انت عارفه الاعداد وبالذات اعداد القهاوي ممكن جدا تلاقي القعده فيها مجموعه اهلاويه وبقيه الناس ممكن يكونوا بيشجعوا فرق ثانيه،
دايما حتى تلاقيه الاهلاوي في تشجيعه بيكن قدر كبير جدا من الاحترام لكل الفرق المنافسه ايا كانت النتيجه. على فكره دي برضو من ضمن التفاصيل اللي ملفته جدا للنظر واللي بتميز كل مشجعي النادي الاهلي.